ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. هنعمل الفطير الشرقي بطريقه مبسطه جدا، هتعجبكم قوي. بصوا عامل ازاي، بصوا شايفين المنظر، تحفه بجد، حكايه، جربوه هيعجبكم قوي. بس لاول مره تشوفوني ما تنسينيش في كومنت حلو زيكم لايك، ولو ما اشتركتوش في القناه اشتركوا عشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتي. يلا بينا نشوفه في الفطير الشرقي اللي هو بوش البيتزا، هنعمله مع بعض ازاي بالطريقه الخطيره دي. مش محتاجين اي امكانيات، حاجات بسيطه جدا هنعمله بيها بقى الفطير الشرقي بطريقه سهله جدا. مش هنستخدم دقيق، مش هنعجن، هنعمله منه شرقي محشي من جوه ومنه كمان بوش بيتزا بطريقه سهله قوي قوي قوي. كل الحاجات اللي محتاجاها معايا، اول حاجه هجيب الصينيه اللي هشتغل فيها اللي هي هدخلها الفرن. هعمل ايه؟ هجيب فطير، عارفين الفطيره اللي هي ام 5 جنيه و3 جنيه، او ممكن تجيبي الفطيره ام 15 جنيه لو انتوا عدد كبير ممكن تقسموها كلكم سوا، انما لو عايزه لكل واحد واحده مستقله فانا جبت واحده ام 5 جنيه بالشكل ده كده. هبدا اعمل ايه؟ هبدا ان انا افتحها من النص كده بالشكل ده، شايفين بتتفتح معايا بكل سهوله. اهم حاجه الفطير يبقى طازه، ما يكونش بايت عشان ما يتقطعش منك. ببدا ان انا افتحها كده اهو، بصي من جوه بتحاولي ان انت ايه تفتحيها كلها بايديكي كده، واحده واحده سايسيها عشان ما تتقطعش. شايفه المنظر اهو كده. الحشوه هنا بقى زي ما انت عايزه. الفطير الشرقي ممكن تحشيه اللي هو المشكل لحوم، ممكن جبن، ممكن تحشيه اي حاجه عندك بواقي تلاجه. انا هحشيها معاكم النهارده بالحاجات الموجوده عندي وهي الجبن. هحشي بايه بقى؟ عندنا هنا جبنه ميكس، لو عندك جبنه فيتا مفيش مشاكل، عندك جبنه قريش مفيش مشاكل، ما توقفيش نفسك على حاجه. ببدا احط قطعتين كده من الجبنه الدميكس جواها وبحاول افردهم كده واحده واحده بالمعلقه. حاول اني احط الجبنه، ممكن تحطي اكتر، ممكن تساني على الجبنه الدميكس تحطي جبنه قريش، جبنه فيتا، جبنه بيضه، المتاح عندك. عندي بقى هنا ايه، عندي بعد ما حطيت الجبنه الدميكس حاولت يعني احطها على ايه اكبر قدر من الفطير من جوه. هبدا ان انا احط جبنه تركي مبشوره، لو موجودة عندك حطي، مش موجودة خلاص. عندك جبنة بقى مرزابيلا، عندك جبنة شيدر، اي انواع جبن. ابدأي ان انت حطي طبقة كده، الطبقة دي بتطري معاكي وبتدي معاكي شدة حلوة قوي. تبدأي بقى ان انت تحطي كده، ترشرشي رشة كده في الارضية الاول، رشة كده خفيفة اهو. بعد كده عندي هنا دي طماطم قطعتها قطع كده صغيره، وهنا الطماطم حطيت عليها شويه ملح عشان تبقى متبله معايا ما تبقاش عاتبه كده. وببدا ان انا اخد من الطماطم كده برضو واحط ايه جوه الفطيره. الحشوه بقى ايه اختياريه، اعملي اللي انت عايزاه يعني ابدعي فيها. بعد كده عندي بقى فلفل الوان على فلفل عادي، وحطيت كده الفلفل الاختياري، حطي برضو كده في القلب بتاعها. عندك زيتون زي ما انا احط كده، احط رشة من الزيتون بالشكل ده كده بقى، واخدميها زي ما انت عايزه. بصي بقى المنظر. هاجي هنا على الوش بعد ما قفلت كده، هبدأ احط برضو ايه رشة من الجبن تاني بالشكل ده. بعد ما عملت بقى الحشوة من جوه كده، ممكن تحطي بقى لحوم، تحطي اللي انت عايزاه. ببدأ ان انا ادوس عليها كده، باجي على الوش لو عايزاه وش بيتزا، بتبدأ ان انت تعملي ايه، تحطي رشة من الجبن برضو. عندك صلصة بيتزا ممكن تحطي اهو كده بالشكل ده كده، رشة كده بسيطة من الجبن. وتبدأي تحطي بقى ايه طماطم، باقي الطماطم اللي عندي هحطها برضو على الوش. هنا الطماطم لو فيها مية صفيها، ما تحطهاش بميتها، ابدأي كده وزعيها. نفس الحشوة اللي جوه كده هنحطها اهو بالشكل ده كده اهو. بصوا شايفين المنظر. هنزل بعد كده برضو باقي الزيتون والفلفل اللي انا سبته، بحطه كده على الوش زي الفطير الشرقي اللي بنشتريه اهو، من جوه محشي والوش بيتزا، ولا عجنا ولا خبزنا ولا خمرنا ولا جبنا دقيق ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة اهو. نحرمش نفسنا من اي حاجة، وبواقي التلاجة وعملنا عملنا هنا ايه فطيرة شرقي تحفة. حط برضو ايه رشة بقى من الجبن كده على الوش. ما عندكيش ممكن جبنه وفلفل، وهتدي الغرض برضو، هتدي طعم حلو اهو كده بالشكل ده. وببدا ان انا بقى ايه اكون مسخنه الفرن، بدخلها إيه بديها وش، ويعني ايه ما بحطهاش في الفرن كتير، 10 دقايق بالظبط ان هي تشد معايا، بشغل فوق وتحت مع بعض ان هي تشد معايا وخلاص على كده.
زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. بصوا بقى خدمتها ازاي، بقى شكلها تحفة بجد. هدخلها الفرن 10 دقايق، بتبقى حلوة جدا. بشغل فوق مع تحت، ما عندكيش فوق مع تحت، ممكن تشغلي الشواية بس. وممكن تشغليها الاول تديها دقيقة من تحت، بعد كده تشغلي الشواية عشان لو الفطيرة ايه بردت معاكي وكده، فبتبقى حلوة قوي. هدخلها الفرن، اشغل فوق مع تحت، واوريكم بقى شكلها اما تطلع هتبقى عاملة ازاي، خطيرة بجد. وزي ما انتوا شايفين كده حبايبي، ده شكل بقى الفطيره الشرقي بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن. بصوا من جوه عامله ازاي، وبصوا بقى المنظر خطيره بجد. قطعيها وابداي قدميها، حاجه تحفه. عايزه اقول لكم ان انا عامله كمان غيرها، عامله 2 تانيين غيرها، بس انا اوريكم بقى ايه الاتنين الولاد وما بياكلوا منها عامله ازاي. بصوا شايفين دي واحده تانية بقى، بصوا عامله ازاي، شايفين عامله ازاي، تحفه. جربوها بالطريقه دي وقولوا لي رايكم، واستنوني في فيديو جديد وحلقه جديده مع نينو.